مشاهدين يتابعوا فينا هذه الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد بونتين، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم هو اصابات العمود الفقري والحبل العصبي. باش حكون حاضر معنا دكتور شكري شتورو، طبيب مختص في جراحه الدماغ والعمود الفقري. اذا كان تحبوا تسالونا في الموضوع هذايا تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. دكتور شتورو مرحبا بك بحضرنا في اي اف ام. عايشك وبيك الله يخليك. دونك دكتور احنا اليوم باش نحكيو على العمود الفقري والحبل الشوكي ولا الحبل العصبي. دونك خلينا نعرفوا قبل شنو هو العمود الفقري هذايا، شنو هما الاصابات اللي نجم يتعرض لهم، شنو نوعيه الاصابات، شنو هو الخطوره نتاع الاصابات هذه على الصحه العامه، وبيان سور كيفاش نجموا نعالجوا الاصابات هذه. ما هي قبل خلينا نفسروا للعباد العمود الفقري هذايا شنو هو الساعة. العمود الفقري هو الجهاز العظمي العصبي اللي يربط ما بين الدماغ وبقية الجسم، الحوض والأطراف. هو متكون من 24 فقرة متحركة، معناها ايش معناها متحركة؟ معناها فيهم سيستم نتاع أقراص ما بين الفقرات والأربطة اللي هما 7 فقرات في الرقبة، 12 فقرة في الظهر، و5 فقرات في الجزء القطني. هذوما 24 فقرة، وثم 5 فقرات عصعصية اللي هي احنا ما نحكيوش عليها برشا على خاطر الفقرات هذية سودي ملحومة في بعضها. دونك فونكسيونيلمون بارلون ما عندهاش قيمة كبيرة برشا. العمود الفقري دونك يبدا من الفقرة الرقبية الأولى. وين تبدا زاد الحبل العصبي او الحبل الشوكي او اللاموالي بينيير اللي هي مختلفة من النخاع العظمي. النخاع العظمي برشا عباد يخلطوا ما بين النخاع العظمي والنخاع الشوكي. النخاع العظمي هو اللي موجود في العظم، وهذاك احنا ماهوش موضوعنا. احنا موضوعنا النخاع العصبي او النخاع الشوكي اللي هو جزء من الجهاز العصبي المركزي اللي هو يعتبر مركز كما الجهاز العصبي العلوي الدماغ. هو زاد النخاع الحبل النخاعي او النخاع الشوكي هو بيدو جهاز عصبي يربط ما بين الدماغ والاطراف وبقيه اعضاء الجسم. هو يبدا من الفقره الرقبيه الاولى وما ينتهيش في الفقره القطنيه الاخيره، ينتهي في الفقره القطنيه الاولى. دونك هو اقصر من العمود الفقري، وهذه حاجه هامه برشا. يوفى دونك هو يمتد على 20 فقرة، دونك 7 رقبية و12 ظهرية وواحدة قطنية برك، وبقية الفقرات القطنية فيها الغشاء النخاعي اللي هو فيه مجموعة الأعصاب اللي نسميوها احنا الكوتشيفال، لكن ماهيش جهاز عصبي مركزي. النخاع هذايا والفقرات هذوما مربوطين في بعضهم بأربطة وبأقراص ما بين الفقرات، وهذه تجم تتعرض لحوادث خطيرة. كسور، وأخطر من الكسور وقت اللي النخاع العصبي يضر في الحوادث هذه. باش نحكيو شويه اخر دكتور على الانواع نتاع الاصابات اللي نجم تصير للعمود الفقري، اما قول القائل الاصابات هذه اللي تنجم تصير للعمود الفقري منيش تجي، شنو الاسباب نتاعها؟ احنا اليوم دونك مش نحكيو على الاصابات اللي ناتجه على حوادث. دونك دي تروماتيزم، معناها حوادث. بون الاصابات هذه اللي هي في غالبها كسور في الفقرات، ينجم ينجر عليها اصابات في الحبل النخاعي، وينجم ما ينجرش عليها اصابات في الحبل النخاعي. هما كسور متفاوته في الخطوره، وغالبا ما تكون ناتجه على حوادث طرقات. وفي الحاله هذيك هما يمثلوا تقريبا اكثر من 50% من الكسور نتاع العمود الفقري والنخاع الشوكي. اكثر من 50% ناتجه على حوادث الطرقات، ال 50% الباقيه هي من حوادث الشغل، من الرياضه، من السقوط من امكنه عاليه. معناها الحوادث هذه موجوده خاصه، والكسور هذه خاصه موجوده عند الشباب اللي اقل من 25 سنه. تقريبا نلقاها بنسبه 50%. الشباب اللي معناها لي تروماتيزم دي لا كولون
اي دو لا موال ايبينيور يمثلوا 50% منها عند الشباب اللي اقل من 25 سنه. النسبه هذه موجوده تقريبا 75% رجال و25% نساء. و10% تجم تكون حوادث خطيره لانها تتسبب في اصابات مباشره للحبل النخاعي والحبل العصبي هذايا، وتتسبب مع الاسف في شلول في اعضاء الجسم متفاوته حسب مستوى الحادث، حسب مستوى الفقره اللي تمست. 10% دونك دي زاكسيدون غراف دي لا موال ايبينيير. وال10% هذوكم تقريب فيهم الربع ينجموا يفارقوا الحياه في مكان الحادث، لانه ثم اصابات خطيره في الـ في الـ في المنطقه العليا للنخاع الشوكي اللي قريبه للجهاز الجذع المخي، او تلقى عنده الشخص اللي عنده الاصابه هذه تلقى عنده اصابات اخرى في اعضاء اخرى. يعطيك صحه دكتور على توضيحات هذه الكل. اما قبل انت كنت تحكي من بكري قلت لي فما انواع نتاع اصابات نجم تؤدي الى انواع نتاع شلل. اسكو الانواع نتاع الشلل لدي مربوطه بمكان الاصابه ولا شده الاصابه ولا خطوره الاصابه، ولا يمكن حتى الاصابه في حد ذاتها الظروف المحيطه بالاصابه في وقت الاصابه ولا المصابه ذيك كيفاش نجموا كيفاش تعاملوا معاه اول ما لقاوه مصاب؟ اوكي، هو الموضوع هذا الاصابات معناها لي تروماتيزم نجم نقسموهم على زوز مجموعات كبيره. المجموعه الاولى هي الاصابات في مستوى الفقرات اللي تهم الجهاز اللي يربط الفقرات في بعضها، معناها نقولوا احنا الاربطه ما بين الفقرات والجهاز المفصلي الخلفي في الفقرات اللي هو يتسمى لاباري ديسكو ليغامونتير باللغه الفرنسيه. هذوما ينجموا يتصابوا في الحوادث. الجزء الاول هذايا المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه هي كسور في الفقرات. تجم تكون الكسور معناها مجرد كسر بسيط، تجم تكون كسر مع ضغط في جسم الفقره، وتجم يكون كسر مع ضغط في جسم الفقره ومع انفجار في جسم الفقره، ودونك ثم أجزاء من جسم الفقرة يدخل في القناة العظمية متاع العمود الفقري ويمس النخاع الشوكي. دونك الزوز مجموعات هذوما بصفة مبسطة 75% من الحوادث اللي تصيب فقرات الرقبة ناتجة على انحلال في السيستم هذايا ديسكو ليغامونتير، معناها الأربطة والاقراص ما بين الفقرات، معناها لي ليزيون ديسكو ليغامونتير تقريبا 75% بالنسبه لفقرات الرقبه. بقيه الفقرات الرقبه تقريبا 10 12% كسور في الفقرات و10 12% الزوز او ميم طون، معناها الكسور والجهاز اللي يربط الفقرات. بالنسبه للعمود الفقري الظهري او القطني العكس، 75% تقريبا كسور في الفقرات اللي هي متفاوته من الكسر البسيط حتى الكسر المتعقد البرست فراكتر هذوما، واللي لي فراكتور كوميونيتيف واللي لي فراكتور اكسبلوزيون دو كور فيرتيبرال، وهذوما موجودين دونك في الفقرات الظهريه والقطنيه. حسب المستوى نتاع الفقره، اذا كان احنا في مستوى الرقبه، اذا كان ثم ضرر في النخاع الشوكي في النخاع العصبي هذايا، إذا كان ضرر معناها نقولوا احنا ايتيرمون معناها تجبد أو كونتوزيون معناها كمادات في مستوى النخاع العصبي، مش يكون في مستوى الرقبة. إذا كان الكسر في مستوى الرقبة أو الانزلاق الغضروفي بعد الحادث في مستوى الرقبة مش يعطي شلل رباعي، معناها اليدين والرجلين في نفس الوقت. إذا كان كسر في مستوى الفقرات الظهرية، معناها هذايا بالنسبة للرقبة من الفقرة الأولى نتاع الرقبة حتى للفقرة الظهرية الأولى أو الثانية، معناها في مستوى تقريبا 9 فقرات. ما عدا هذوما إذا كان ثم كسر خطير في الفقرات الظهرية أو الفقرات القطنية، كسر خطير معناها اللي هما الكسور الخطيرة تقريبا 10% من كسور الظهر، إذا كان ثم في الفقرات الظهرية أو القطنية كسر خطير مش يعطي شلل نصفي، معناها النصف السفلي للجسم. إذا كان نخرج من 10% هذوما، بقية تقريبا 80 90% هما كسور
بدون ضرر في النخاع العصبي، وقتها الانسان نجمو حسب الظروف نعملوا له عمليه جراحيه او نعالجوه بدون عمليه جراحيه، لكن المهم الفونكسيون اللي هي الحركه والاحساس والكل في الاطراف الاربعه يكون ما تمسش وقت اللي النخاع العصبي ما تمسش. السؤال اللي قلت لي انت ساعة المستوى نتاع الاصابه يعطي مستوى الضرر. ساعات الاصابه تكون في بدايتها بسيطه عند وقوع الحادث بسيطه، لكن عند التحول من مكان الحادث نقل المصاب الى المستشفى او الى اقرب وحده طبيه مختصه، ساعات الضرر يصير في هذيك النقل. معناها يكون النقل هو تو احنا غالبا جوستومون على النقل دكتور. شنو الاحتياطات اللي لازم ياخذوها يا اما المسعفين يا اما العبيد اللي هم يحبوا يسعفوا اكل مصاب هذيك باش ينجموا ما يتسبلوش في مضاعفات اكبر من اللي هو عنده؟ هو بالضبط، هو عاده وقت اللي يبدا حادث ظاهريا خطير، العباد اللي معناها في المحيط نتاع الحادث هذاك يلزمهم يتصلوا بالليزونيتي سبيسيال، معناها الليزونيتي الطبيه اللي هي كيما السامو كيما غيرها، معناها باش تنقل المصاب هذاك. ماذا بيه ما يمسوهاش المصاب هذاك خاطر ينجموا يقوموا بغلطات اللي هي تقضي على الحاله نتاعو، معناها الحركيه والاحساس في الاطراف الاربع. دونك عاده في الحوادث ظاهريا خطيره يلزم يكون ناس مختصين اللي هما ينقلوا الشخص، معناها لي زينيتي دو سامي والكل اللي هما اللي ينقلوا الشخص من مكان الحادث للمستشفى، لانه النقل اذا كان ما يكونش مؤثر هو عاده يلزم الانسان المصاب يلزمنا نعتبروه كونه عنده اصابه خطيره في العمود الفقري الى ان ياتي ما يخالف ذلك. جوسكا بروف دو كونترير il faut considérer que l'accidenté porte une lésion grave du rachis même si c'est en apparence سي با غراف. دونك يلزم يكون على الاقل اربعه من الناس معناها مختصين على اليمين وعلى اليسار، دونك من شيره الراس ومن شيره الواحد اربعه من الناس ويهزوه بطريقه معناها دون التواء في الراس او العمود الفقري، معناها يلزم ترونسبور اون بلوك، ويلزم يكون ماذا بيه ثم سكون ابيل احنا كيمينيغ هذيك سيستيماتيك في كل حادث يلزم يكون المصافين يكونوا عندهم باش نحافظوا على الستابيليتي نتاع الرقبه فوالا. وماذا بينا يكون زاد ثم متلا كوكي يتهزف فيها المريض حتى لين يوصل للسبيطار واللي لاي مكان صحي. وبعد كيف زاد في اثناء التشخيص والتصوير والكل زاد يلزمنا نحافظوا على القواعد هذه بنفس الطريقه باش ما نعكروش حاجه اللي هي جوسكولا ما زالت ما عملتش اضرار في النخاع العصبي. باهي، جوست سؤال دكتور، ساعات جينيرالمون في حوادث طرقات تلقاه مش كان العمود الفقري بركه اصيب، تلقى برشا اعضاء اخرين مصابين. اسكو البريوريتي كي يهزوا المريض للمستشفى، اسكو يلزم يشوفوا معناها ينجموا اون بو تريتي معناها العمود الفقري، الاصابات تاع العمود الفقري والاصابات الاخرين، والا باغ بريوريتي لازم نشوفوا العمود الفقري قبل ومن بعد نتلاهوا بالاصابات الاخرين؟ هو اذا كان الملاد اللي ترونسبورتي بار اون ايكيب سبيسياليزي، معناها نقولوا احنا سامو ولا اون ايكيب سبيسياليزي اوتر، كل شيء يصير في نفس الوقت، معناها ثم دي ريفلكس اللي يصيروا معناها اوتوماتيكمون في مكان الحادث وفي في اثناء النقل، اللي هي معناها نشوف لي كونستانت فيتال نتاع الشخص، التنفس، الضغط الدم، اذا كان الضغط مثلا قاعد يطيح بصفه سريعه نفهموا كونه ثم عضو في الجسم قاعد تصير له معناها ايموراجي، معناها نزيف، ها تكون التونسيون مثلا تشوف انت توا 12 بعد خمسة دقائق تصوب للثمانية، دونك اوتوماتيكمون ثم يا ان اورغان كي سيني، ثم عضو قاعد ثم نزيف، دونك هو اوتوماتيكمون وقت اللي بداو ديزيكيب سبيسياليزي تريت تو ا لا فوا، يعديوا نقولوا احنا السيروم باش تطلع التونسيون، ثم دي ميديكامون يتعداو باش تطلع التونسيون، باش تحسن البو، باش الوجيعه نتاع المريض تنقص، خاطر الوجيعه نتاع المريض تزيد
في دقات القلب ودونك هذوما الكل يصيروا او ميم طون فهمت. وقت اللي توصل المريض وقت اللي يوصل المريض المستشفى معروف لي بريوريتي شنو ما فهمت. دونك نورمالمون ثم اذا كان وصل المستشفى معناها اللي هو موجود فيه سكانير باش تصير له ان بودي سكان سكانير كامل معناها نقولوا من الراس حتى للحوض وقتها مش نشوفوا الاعضاء الحيوية الكل في نفس الوقت. به دكتور نجيو توا للنقطة المهمة يمكن في الموضوع نتاعنا اليوم اللي هو العلاج نتاع الإصابات هذه كيفاش نجمو نعالجوه؟ العلاج هذه ثم معناها ينقسموا على زوز أنواع العلاج ثم الجراحة وثم العلاج الطبي. الجراحة هي بيدها تنقسم على قسمين جراحة مستعجلة وجراحة ديفيري معناها تجم تصير بعد تصبر شوي تصبر شوية. الجراحة المستعجلة وقت اللي يجي مريض عنده شلل شلل رباعي أو شلل نصفي دونك تفهم كونه ثم ثم تروماتيزم فيولون على العمود الفقري معناها ثم كسر كبير واللي ثم انزلاق ما بين فقرتين اللي هو كان السبب نتاعو الشلل هذايا ودونك الكمدات نتاع النخاع الشوكي وقتها يلزم تصير سكانير واي ار ام بسرعه باش نحدوا مكان الضرر واحنا حتى بالكشف السريري نفهموه اذا كانوا رباعي معناها الضرر في الرقبه اذا كانوا نصفي معناها الضرر من الفقره الظهريه اثنين حتى للفقره القطنيه واحد دونك بالكشف السريري معروف دونك هنا يلزم بسرعه يصير سكانير واللي يغام واللي حتى اللي يغام طوله اذا كان ثم ضرر معناها ضرر معناها في الـ في الـ في الحركه واذا كان ثم امكانيات في المركز اللي موجود فيه المريض سينون سكانير وقتها العمليه تكون مستعجله. العمليه في الحالات هذه لازم تصير في الثمانيه ساعات الاولى دون ليديال نقولوا احنا في المطلق بون بعت ليك حسب المريض فين وجود وحسب وجود مختصين في الميدان هذاك ولا لا لكن في المطلق لازم تصير في ثمانيه ساعات الاولين وقت تبدا مستعجله وقت اللي تبدا ديفيغي ايش معناها ديفيغي؟ معناها هي العمليه لازمه خاطرش المريض عنده كسر في الفقره او فقرات او انزلاق في فقره اللي هو انستابل معناها يلزمنا نثبتوا العمود الفقري لانه إذا كانوا حطوها هكاك معناها بالعلاج برك واللي باللي كورسي واللي لي مويان دو كونتونسيون هذوكم ما يكفيش. دونك النج وقت العملية ضرورية لكن ما داموا ما عندوش شلل واضح نجم تصبر يوم يومين حضروا المريض إذا كان عنده حاجات أخرى زادا نتلاو بها أو ميم طون والكل دونك هذه وقتاش العملية دونك ثم ليزيون انستابل ثم دي بروبليم نورولوجيك يورجونس ما ثماش بروبليم نورولوجيك وليزيون انستابل معناها كسر او انزلاق خطير وما ثماش شلل ينجم تصبر العمليه. ما عدا ذلك معناها كسر عادي ما فيش ضرر ما يمسش بالليكيليبر ما يمسش بالتوازن بتاع الفقرات اللي فيها الكسر وقتها ينجم يتعالج بالاساليب الطبيه الاساليب الطبيه والاساليب اللي هي معناها ادويه ودي مويان دو كونتونسيون معناها نقولوا احنا الكورسي والمينيرف هذيك وهذوما هما الزوز مجموعات. اسكو فما اصابات دكتور تستحق اكثر من تدخل جراحي معناها تعمل مثلا اوبيراسيون ترتاح شهرين ثلاثه تعاود لازمك تعاود ترجع تعمل اوبيراسيون واحده اخرى والا لا؟ موجود موجود وقت اللي ثم كسور في العمود الفقري خاطرش الفقره هي احنا بون ما عطيناش توضيحات كبيره برشا على الفقرات. الفقره هي متكونه من ثلاثه اجزاء، ثم الجسم نتاع الفقره، ثم ليتاج مويان اللي هو الجزء المتوسط اللي هي متكونه من احنا سكون ابيل لي لام ولي زارتيكولير، وثم الجزء الخلفي اللي هما لي زيبينوز، وساعات تلقى الكسر يهم الجزء الامامي نتاع الفقره، ودونك يسبب ضرر في النخاش النخاع العصبي. في مرحلة أولى من الأمام ولكن تلقى زادة ضغط في الجزء الخلفي من النخاع العصبي اللي هو يهم الجزء الخلفي متاع الفقرة دونك تنجم يكون ثم تدخل جراحي مش في نفس الوقت خاطرش ما هماش نفس التقنيات الجراحية معناها مثلا بالنسبة للرقبة نجموا نعملوا تدخل من الأمام وتدخل من الخلف من الجهه الاماميه معناها في الرقبه ومن الجهه الخلفيه ما يصيروش في نفس الوقت دونك احنا نقدموا العمليه اللي هي
معناها أهم من الأخرى، والأخرى تجم تصير بعد وقت، فهمت؟ وكيف كيف زاد ثم حاجات اللي إحنا نقولوا توا مش نعالجوها طبيا معناها بالراحة وبالكل، ولكن ما الكسور ما تلتئمش وقتها نجموا نبرمجوا عمليه بعد شهرين ثلاثه، فهمت؟ دي في غير معناها. يعطيك الصحه دكتور، الله يخليك على توضيحات هذه الكل. احباب تليفوناتكم على 31 380 الف. اول تليفون يجينا من سيدي بوزيد، معنا عيسى. مرحبا بك عيسى. عافيه. مرحبا بك عيفا. عافيه بالله. عافيه دكتور. سلام. بالله اذا عملت حادث مرور 31/10/2009. أي؟ أيوة. عندي فقرات في رقبة التليفون تكسر، عندي ايدي اليسار ما تحركش من 2009 ما تحركش. حبيت نسالك معناها دكتور، فماش امكانيه معناها حتى نولي نسميها شوي ولا ما هي ما تحركش جمله؟ معناها مشيت زوني للسبيطار، لك سبيطار عندي وقتها كسر في ايدي، عملوا لي الحديد، وبالنسبه للراجل ما عملوا له حتى شيء. رجعت بعد 15 يوم للسبيطار ما يلقوش دوسويه، صار لوز. بعد مشيت للصحه عملت عمليه في، لكن شيء ما صار شيء. التوكي عمليه ليش عملت؟ في الميكرو دكتور. عملت على رقبتي العمليه. على الرقبه؟ اي. شنو هي الفقره اللي عملت عليها عمليه؟ خاطر عندي قال لي الاعصاب اللي يخرج الليد اللي صار تحو من النخاع الشوكي بالضبط معناها. اي. عملت لي ريم، قال لي ريم تحو من النخاع الشوكي بالضبط معناها، ما تقصوش بعيد شوي ولا. اي اي. قصوا تو. كان كتفي يتحرك برك، الكتف برك يتحرك. وكان يدك اليسار بالنسبه ليدك اليمين وسقيك لبس عليهم. لا اليمين ورجلي، حتى رجلي مكسره ما لاباس معناها، رجعت نمشي بها عادي رجلي لاباس. اي رجلك اليسار لاباس عليها؟ رجلي اليسار فيها تكسيره في ركبتي، عندي المشط ما تطلعش. اما لاباس معناها نمشي بها تو عادي. اي اي اي. قلت لك كان يدي اليسار. جاوبوه دكتور. اي دونك انت تو قلت لي الحادث من 2009؟ من 2009. اي دونك عنده تقريبا 11 سنه. يعني. الحادث هذا اكيد تسبب في كمده في النخاع العصبي في مستوى الفقرات الرقبه اللي دونك قلت كان كتفك معناها اللي يتحرك، دونك نقولوا احنا تحت الرقبه الخامسه، من الرقبه الخامسه فما تحت، فهمت؟ وهذاك علاش، والكمده هذه في النخاع في الحبل العصبي في الموالي بينيير جات دونك من نص الحبل العصبي اليسار، هيك علاش يدك اليسار ما تتحركش، واكيد ساقك اليسار حتى هي كيف كيف تلقاها ضعيفه شويه، اما ممكن احسن من يدك اليسار. بون الحادث عنده برشا سنوات، فهمت؟ دونك 11 سنه. احنا بصفه عامه نقولوا اذا كان فتنه 3 سنين والحركه والاحساس نتاع الطرف المتضرر ما رجعش، راهو مستبعد انه يرجع، لكن تنجم تقعد ديما تراقب مع الدكتور نتاعك وتعمل ايغام اذا كان لزم، اذا كان ثم تطور في الحاله. لكن بون المده بعيده شويه راهو سي عيفا، دونك 11 سنه سي ترو معناها. باهي ان شاء الله بلطف عليك سي عيفا، يعطيك الصحه دكتور. نمشيو لنابل، معنا اسكندر. مرحبا بك اسكندر. مبيك عسلامة أختي. عسلامة سيدي، مرحبا تفضل. مبيك عايشك. عسلامة دكتور. عسلامة. دكتور عندي الفقرات الكات والساك قراب معظم من 2017 وأنا نعمي فيهم، فريت من الخدمة اللي كنت نخدم فيها، أنا كنت نخدم في الزمن. خدمة الزمن هي اللي تسعة برشا، وزدت عاودت تصوير أخرى ثاني 2019، والدكتور قال لي قداش عمري؟ قلت له عمري 40 سنة، قال لي العمود الفقري نتاعك أكبر منك بخمس سنين. ولتو ولا مقلقني اكثر من قبل، كان قبل يتحير عليا مره ولا مرتين، اما تبقينا الطفل ديما يتحير عليا، نقعد نقوم نكمش، نرقد نقوم نكمش، نتعب شويه في الخدمه خاطر نخدم بحكم معناها واقف النهار كامل، كي نتعب برشا يقلقني نصبح غدوه قاعد من الخدمه ما نخدمش، شنو هي الحل باش نعمل ما نعرفش، حتى انا انسان سبورتيف، قال لي مثال سبورت عليه تو حاليا، وتساعد روحك واحده واحده، نتبعوا بالدراهم بالمساج، عملت المساج، عملت الدويات، عملت كل شيء، باقي ما ثمش حل. الحمد. انت قلت الفقره الرابعه والخامسه في العمود الفقري السفلي واللي الرقبه.
السفلي السفلي فوالا. الاوجاع هذه اللي عندك في اسفل الظهر في اسفل الظهر، عندك اوجاع معاها في الرجلين واللي في رجل اليسار واللي اليمين؟ عندك اوجاع في رجلين؟ اليسار عندي اليسار تبدا تسطر عليا شويه، وصلت حتى الوجيعة وليت لي على جنب اليسار. اي وتصوب على الساق كامله الوجيعة؟ اي نصر حتى مثال كي نرقد ما عادش نجم نقوم الا من دور أيوه. نقولوا احنا معنا بصعوبه كبيره باش نجم نقوم. فهمتك، اما الوجيعة في ساقك جيت باش ناقف تحت. اي الوجيعة نتاع ساقك اليسار تجيب صفه معناها ديما واللي مره بعد قداش؟ لا 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 نتاع اليسار تجيني وقت كي نتعب في الخدمه. اوكي. اي. نكتب 8 سوايع وانا اي. والوجيعة تهم الساق كامله من الفوق حتى الاصابع نتاع الساق ها؟ شويه شويه من وراء الركبه والاغلبيه فوق الحزام على اليسار. اي. اي فهمتك. شوف هو الحاله نتاعك هذه بون بحكم الخدمه نتاعك معناها العمود الفقري نتاعك معناها فيه دو لوزور، احنا اللي نقولوا له لاختروز معناها باللغه نتاعنا، فهمت؟ لاختروز هذه اذا كان الاوجاع محصوره كان في الظهر اكو الواحد ينجم ينقص شويه من من من, من الاشغال الصعيبه وينجم يعمل زاد شويه رياضه اللي هي مش رياضه الكل، غالبا احنا ننصحوا بالسباحه. ها اذا كان الاوجاع تبدل الشكل نتاعها ولات تصوب الساق من الزوزقين واللي للزوزقين او ميم طون معناها اليسار واللي اليمين واللي اليسار واليمين او ميم طون تكون معناها بصفه متكرره، وقتها يلزم يكون ثم يغام واللي على الاقل سكانير على العمود الفقري، واذا كان ثم غضروف وقتها في الحاله هذيك نخمو في الحل الجراحي. فهمت؟ في الحل الجراحي، لكن هذايا الدكتور اللي تتبع معاه هو اللي باش يحدد لك التايمينغ هذايا معناها الوقت المناسب. هو بصفه عامه وقت اللي الاوجاع تولي قاره في الرجل وقتها يصير وقت التفكير في وجود اغني ديسكال معناها غضروف ما بين الفقره الرابعه والخامسه، وقتها ممكن نجموا نخموا في الحل الجراحي. باهي يعطيك الصحه دكتور الله يخليك. نمشيو لمرناق معنا حسان، مرحبا بك حسان. اهلا عسلامه لالا. مرحبا سيدي تفضل. بربي انا عملت اكسيدون لو 5 جويي 2017 حادث مرور موتور اون با بوبليك. الحادث خلت لي برشا كسور ديما فيهم الكلادي كيلو نتاع رقبتي اليسار تكسرت وقصت لي اللي تشيز سبيسيال نتاع اليد اليسار مش الكل، ثم دي بلكسيوس مازالو فونكسيونير ديجا رجعت تيجي تتحرك نسميها ونحلها ونزها شويه. البواني ما تحركش، ما هي مشكلتي الكبيره والعويصه هي مشكله الوجاعه. عندي وجاعه حاجه ممكن الدكتور بحذاك يعرف الوجاعه نتاعها شنيا. معاني الوجاعه حاجه رهيبه، وليت بسيكو دروغ بالفم والملاي، نستعمل في ادويه مخدره دي كالمون لكني وليت مدمن عليهم، والوجاعه هي كبيره وقاعده تزيد في بعض الاحيان. في الليل وصلت ناخذ في 5 كعبات دواء قانون من غير ما نسميه 6 ميلي جرام الواحد نتاعو، صرت ناخذ ب 6 ميلي جرام ناخذ فيها بوسانك باش نرقد، ونرقد بعد زين الصبح وقت اللي نورمالمون واحد ياخذ ربع يعني 9 نتاع العشيه تلقى سير يرقد كمل ركض وكمل، فهمني؟ ناخذ بالليجابامين بنواحة، جربتهم الانواع الكل نتاع الليجابامين، ثم الجابينور 300 ملي جرام زاد جربته، زاد برشا انواع نتاع دواء مسكنات الكل ما عطت حتى نتيجه، نسميهم بالشهر والواحد الدكتور يعرفهم. اي من غير ما نسميهم نعم من غير ما نسميه دوية يا حسين عايشة. نعم سميت الاسامي، ما سميش الاسامي التجارية، سميت الاسامي انت كيما الجابيين. ايوه عنده 10000 اسم تجاري. من الفرنسيس حتى لتونسي. اللي مصنع في تونس ومصنع في فرنسا، لكن المحتوى هو جابيين 150 ملي جرام. ناخذ في نورم دوز، ناخذ وليت ناخذ في وصلت ناخذ في 100 ملي جرام معناتها كلورو هيدرات الترامادول. 1000 ملي جرام يعني زوز طابليات يعني 10 كعبات فوا 2 وليت ناخذ بعض الدواء ونستعمل في الدواء. المهم مشكلتي الوحيده كون نعدي ساعتين مانيش نتوجع، امنيتي نعدي ساعتين مانيش نتوجع، محمد ما نعرفش كيفاش ما نتوجعش. راهو عمري ديجا من خايف فرق بين وجيعه وبين ديجا سيشيك
مشكلة في الإيجاب سيشي كما قالت لي كبيرتي فهمني المشكلة تونه أنا بالرأس من الوجع ما نيش أحساس متاع موقع متاع دواي خليني نحس بالرجاع متعذب برشا ونحب نعرف من دكتور فما شي حل يا خويا كان لازم باش نقص هي تحرك كما تونتي كان لازم باش نقص خليني نقص كان تحل وجيع ما عادش على بالي مش مشكلتي اللي عاقة تحرك ما تحركش ما عادش على بالي جو برون لابيتيود نعيش بيد واحدة صافي تروازون وليت نجم نعمل كل شيء بيد واحدة حتى ما خدمة فهمت توا عندي مديدة وليت عندي يدي اليمين فيها تنميل برشا خاصة في الأطراف الأطراف نتاع الصوابع تنميل كبير ويصير لي تنميل من الكتف حتى يشل المرفق من داخل نحس حاجة من داخل بين المرفق والكتف حاجة تنمل وتوجع تقرص في يدي اليمين اللي كانت صحيحة لا يسعى عليها وما صار فيها حد شيء حتى الضربة الكل جات من كوتي يسار فهمني ساقي صار فيها كسور الحمد لله لاباس رجعوا لكسور رجعت نمشي على ساقي مشكلتي اختي روجيا ما عادش نجم نخدم مشكلتك كذاك اللي سارة والله ولي تخدم في الامتحان لا ندفع عليك حسين وسع بالك وسع بالك تهدى بالي وسع بالك من اكثر حاجات يشجعوا بصراحة على الامتحان لطف عليك لطف عليك كون يعمل كوراج وانا كان مش يخاف من ربي لو عملها بك لطف عليك لطف عليك يا حسين نجاوبوه دكتور واستهدى بالله يا حسين وي هو تو حس ما فهمت منك يا حسين انك انت دونك الفراكتور دو كلافيكول والكلافيكول قريبه للبلكسوس براكيال دونك صارت لك انقطاع في جزء من 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 البلكسوس براكيال اللي يمشي للدكليس انت ثبت لي غام سيرفيكال يا حسين معناها عملت لي غام سيرفيكال ما ثمش حاجه عطاني باش نعمل يا غام وكل ما نمشي باش نعمل يا غام زاري انا نلقاها مكسره صافي تروازون ونمشي نلقاها مكسرة يعطيني رونديفو كيما نقولوا بعد غدوة بعد غدوة نمشي نلقى لي أنا مكسرة هاك نمشي أنا تكسر لي أنا فهمني بعدين أما أنت من ثلاث سنين طبيبي تخلى عليه الموضوع جملة واحدة ولا ما عادش نتبهم ما نمشي نسمي شكون أما تخلى على الموضوع جملة واحدة في فترة قال لي برنتي قصة واحد جيتنا نسأل من بعد نلقى فما دولور فونتون باش يولي عندي انا مهبول خلقي نزيد نلقى يدي توجع مش موجودة تقول احكي اخرى لا 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 نو ذيك سي با اون سوليسيون خاطرش حتى لو كان كيما تقول انت توصل قصان ماشي قعدوا لي دولور فانتوم اكيد انت اللي الدولور هذه نوروباتيك اللي عندك ناتج على معناها ليزيون في البلكسوس براكيال غوش يلزم كوم ميم او نعطيك الديمارش انا الشيء زلنا نعملو نورمالمون ثبت بيان كو هو توا واضحه كونو سي اون دولور بلكسيك معناها في مجمع الاعصاب نتاع الطرف نتاع اليد اليسار المجمع اللي جاي تحت الابط معناها وبين الابط والكلافيكول معناها في الريجون اكسيلير هذا ثم البلكسوس براكيال هو مجمع الاعصاب اللي تمشي تتوزع على اليد اليسرى نورمالمون يزلنا نتاكدوا بتخطيط على العضلات والاعصاب نتاع اليد اليسرى واليد اليمنى باش نقارنوا بيناتهم باش نحددوا بالضبط الـ في البلكسوس براكيال شنو هما لي بارتي اللي يتمسوا منه خاطر هو ثم فيها عده اجزاء من سي 5 حتى تي 1 تي 2 فهمت دونك ثم اجزاء تكون تمست وهو حتى بالكشف السريري نعرفوها لكن ناكدوها نتاكدوا زاده من ليغام سيرفيكال كونه ما ثماش حاجه في الحبل النخاعي في مستوى الرقبه تمست وبعطيك بون انت على قد ما تكثر من الادويه هذه على قد ما يصير لك التعود بها وتولي معناها كل دواء تستانس به مده يحسنك وبعد معناها مش يصير لك ان اشابمون في الادويه معناها بعطيك الادويه يولي يطلع في لي دوز ولكن الدواء مش كيما على الاول مش كيما بعد مده وقت اللي قوى فيه دونك الادويه هكايا يلزمك تشد واحد ولا اثنين ما يفو با لي زيبويزي توس معناها ماكش تجربهم الكل وتشد واحد ولا اثنين وتقعد تجم تكبر فيه كيما نقولوا احنا تو بون تعطيت الساعه اسامي مش لازم نسميهم معروفين والدكتور اللي تبع فيك يعرفهم الكل نشدوا واحد والاثنين ونمشيو فيه بنسب عاليه اما ما ندوروش على الادويه الكل ثم حاجه اخرى اللي تجم كيما قلت لك انا بعد ليغام وبعد التخطيط تجم تصير جراحه على البلكسوس براكيال باش نقصوا من الحده نتاع لي دولور نوروباتيك وثم سكون ابل لا شيرجي فونكسيونيل دو لا دولور اللي هي تتطلب تكاليف كبيرة ما ثم جهاز اللي يعتمد على الذبذبات كهربائية جهاز النوغوستيميلاتور يتسمى الجهاز هذايا
ينجم يركب في المكان اللي فيه الأعصاب معناها ممسوسة. بون الجهاز هذا غالي فهمت والتكاليف نتاعو غاليه شويه، لكن راهو الحلول موجوده لو كان تشد الطبيب الاختصاصي نتاعك في الميدان هذايا ينجم يتبع معاك للابعد الحلول، والحلول راهي موجوده فهمت. فو با معناها ما يلزمكش تقول ما ثماش حل معناها. باهي يعطيك الصحه دكتور الله يخليك، احنا مازلنا مكملين معاك من توا حتى يكشف للاربعه نتاع العشيه. تنجموا تطلبونا على 31 380. موضوعنا اليوم هو اصابات العمود الفقري والحبل الشوكي. احنا مكملين حتى يكشف للاربعه نتاع العشيه، ما تبعدوش بعيد، هنا راجعين من العشرة المسمار على اي اف ام وقريت مع كوثر. 30 فيهم أخبار البلاد والعباد، فيهم آخر أخبار الميديا، الفنانين والنجوم تلقاهم معنا زيدا، وما ننساوش الكوجينة والسبور وكل من يهم الدار. وتسمعوا مساجاتكم على الريبوندور كي تطلبونا على 71-194-194 وتنزلوا على 2. وفي ألو إيا فان وصل صوتك ناخدو لك حقك. وقيت مع كوثر مثل الجمعة مع كوثر الباردي من 10 متاع الصباح لنص نهار على إيا فان أحلى راديو. الو اي اف ام سبيسيال سانتي مع هجر الحناشي. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشف للاربعه نتاع العشيه. تنجموا تطلبونا على 31 380. موضوعنا اليوم هو اصابات العمود الفقري والحبل الشوكي، وحاضر بحضانا دكتور شكري شتورو طبيب مختص في جراحه الدماغ والعمود الفقري. ونمشيو لباجا معنا مهدي. مرحبا بك مهدي. مهدي كان فما راديو بحذاك سكر الله يخليك، واسمعني كان من التليفون. لا نسمع فيك من التليفون. باهي تفضلي. عافيه مدام. تفضل. اي نسمع تسمع فيه مدى؟ اي سيدي نسمع فيك وطبيب يسمع فيك. تفضل. عسلامة دكتور. عسلامة. الدكتور حنا انا في شو اسمه في شغلي تضربت شويه في تضربت في ظهري في كوره في الكوره عمري يمكن 21 سنه ولا حاجه كيفك. وفي 2000 تعود علي الاوجاع وما عادش نجم نمشي بالكل، قعدت مده برشا. وبعد في 2008 عملت عمليه في نجم نسمي ما نسالش السبيطار. لا من غير ما تسمي حد شيء، لا طبيب لا سبيطار لا دوية. احكي لي جوست شنو صار وشنو عملوا لك. سبيطار عمومي، سبيطار عمومي ما فهمتني. اي بيسال شنو عملوا لك، جوست شنو عملوا لك. عملت عمليه، عملت عمليه على الكات 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 2000 ومعناها في اوت في 2009 في اوت، وتو قاعد الاوجاع معناها ما تبدش. عملت معناها ديكسيون، عملت علاج طبيعي، عملت كل شيء، وتو تعبت توجع على رجلي. وفي الليل ما رقدتش، خاصه في البشره نتاعي في الفوض من اللوطي كله تبدا توجع فيه الصباح. ما رقدتش وخذيت الادويه كله، وعملت سكانات وعملت رام وعملت كل شيء. به الاوجاع اللي عندك في ظهرك واللي في ساقك؟ عندي الوجع في ظهري دكتور في البشعة بالضبط من تالي تتحلم عليه وكذاب على وتوصلي منه ومنه في الجنب الايمن والايسر، وتهبط على رجلي اليمين واليسار. اليسار اليسار واليمين، اليمين خاصة اليمين. اي حتى لوين توصل في سقيك الوجع؟ الوجع والله يا دكتور كي نرقد في الليل ساعة نرقد نكمش، والحاجة اللي نعود ننفض في ساقي باش ننفض فيها من الاطفال اللي تموت رجلي بكل. فهمتك. اي وعملت انت تو العمليه عملتها 2009. عملتها 2008 دكتور. اي 2008 داكور. في اوت 2008. اي عندها 12 سنه. وبعد ليك عملت دي زي ار ام دو كونترول معناها بعد. عملت لي كونترول. نعم عملت لي كونترول كله، عملت سكانير وعملت لي ار ام مره اخرى، مازلت عملتها لي ار ام معناها مازلت عملتها ما عنديش برشا. اي واش قالوا لك؟ والله ايش يقولوا لي ما عندك ما عرفت روز، مشيت لجماعه الروماتيزم الطب كله معناها برشا طب انت قلت ما تسميش مش سميت زعما. اي هذا هو اللي قلت كلام في الليل، ما انت خذيت برشا دويات وخذيت معناها. دونك شنو الحل دكتور سيمان؟ الحل هما بعد العمليات هذوما على العمود الفقري ثم زوز امكانيات. الامكانيه الاولى انه الانسان اللي عمل العمليه على غضروف واللي زوز غضاريف كما يحكي توا السيد قال L3 L4 L4 L5 واللي ضيق في القناة نتاع العمود الفقري، تنجم بعد العملية الإنسان يتحسن لمدة معينة وبعد يرجع له الوجاعة. الوجاعة تنجم تكون الأسباب زوز أسباب، معناها السبب الأولاني أنه إذا كان رجعت الوجاعة بعد أكثر من شهرين وقت صارت انفيبروز في مكان العملية، معناها صار تليف في مكان العملية، لكن العملية تلقاها تعملت في دون لي نورم معناها ما فيهاش حتى مشكل،
لكن صار تليف في مكان العملية، معناها نقولوا احنا سيكاتريزاسيون أكثر من لازم، معناها التليفات اللي تصير في مكان العملية تولي تضغط الأعصاب، وذيك مالوغوزمون ما فيهاش حل كبير معناها غير الأدوية والرياضة والسباحة، لأنه هي تجم تقول أمور معناها مربوطة بالإنسان نفسه، وثم ناس عندهم قابلية بعد العمليات باش يعملوا نوع التليفات هذوما. ثم الكا الثاني ليفونتواليتي الثانية، ديما الواحد يثبت ثم ماشي جزء من الغضروف تبقى أو جزء من القناة ما توسعش كوم يفو، وقتها ينجموا المختصين اللي تبعوا فيه واللي المختص اللي تبع فيه يقترح عليه عملية ثانية تصير بعد الليغام بطبيعة وبعد التخطيط على العضلات والأعصاب باش نحدوا المكان اللي هو مازال فيه ضغط. فهمت؟ بهاتك صحة دكتور. نمشي لتونس، معنا سميرة. مرحبا بك سميرة. ألو ألو سميرة، الو سمبي، نعاودوا ونرجعوا نتصلوا بسميرة. دكتور فما شكون يسأل فينا شنو أسباب الجلطة في النخاع الشوكي؟ منش تجي جلطة في النخاع الشوكي؟ الجلطة في النخاع الشوكي هي قليلة برشا. إذا كانت تجي بصفة معناها سبونتاني نقولوا احنا، ما ثماش حادث، ما ثماش ما ثماش عملية جراحية صارت وكومبليكاسيون تاع عملية جراحية، معناها تعقيدات تاع عملية جراحية، تنجم تصير الشرايين نتاع النخاع الشوكي خاصة في النخاع الظهري، معناها الحبل النخاعي في مستوى الظهر، الشرايين ما هيش موجودة بكثرة في المكان هذاك، وتجي تكون معناها بصفة عرضية نلقاوها خاصة عند الناس الكبار شوية في العمر بعد 50 سنة، ويكونوا خاصة يكونوا مدخنين، واللي يكونوا عندهم مثلا قابلية لل معناها أمراض في الشرايين تنجم تصير في عند العباد هذوما. ثم النوع الثاني كما قلنا اللي هو تصير بعد حادث على النخاع الحبل النخاعي، واللي بعد عمليه جراحيه وقت الشرايين هذيك تكون تمست وكيف كيف تعطي جلطه، والعلاج نتاعها كيما جلطات الدماغ معناها الادويه والعلاج الطبيعي. فهمتني؟ باهي. جوست سؤال اخير دكتور، بعد الشلل اسكو نجم يصيروا مضاعفات على اعضاء حيويه في الجسم والا لا؟ بالطبيعة هو الشلل وقت اللي يصير كما قلنا احنا في الاول الحبل النخاعي هو اي ولا الحبل النخاعي هو مجمع متاع مراكز عصبية كما الجهاز العصبي المركزي العلوي، وفي نفس الوقت هو المكان اللي تعدى منه طرقات للدماغ، تصعد للدماغ وطرقات تنزل. دونك وقت يصير شلل يصير على المستوى الحركي، معناها الحركة متاع اليدين ومتاع الرجلين، على المستوى الاحساس، الاحساس بالحاجه البارده، الحاجه السخونه، وكيف كيف التحكم في الـ في الـ في التبول، التحكم في الامعاء، في الامعاء، والتحكم زادة في الاعضاء الجنسيه، الكل يتشلوا في نفس الوقت. يعطيك الصحه دكتور، الله يخليك. احنا وصلنا براتيكمون لاخر ليميسيون نتاعنا لليوم. كان بحثنا دكتور شكري شطورو، طبيب مختص في جراحه الدماغ والعمود الفقري. كانت معكم هجر الحنيشي. باي باي في لمانه.